بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم من قناة النصر 24، وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. إليكم عناوينها: وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية كاليز بباهيمي يلتقي بسفير المغربي لدى البلاد. رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان يلتقي ممثل الاتحاد الإفريقي بالخرطوم. وفاة رضيع بعمر 6 أسابيع جراء فيروس كورونا في أمريكا. أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة. التقى وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية كاليز بباهيمي بسفير المغربي لدى البلاد عبد اللطيف للوقوف على أحوال الطلاب التشاديين المقيمين بالمغرب والتعرف على أحوالهم الصحية في ظل ظهور وباء كورونا. وأكد وزير الدولة اهتمام الحكومة التشادية برعاياها في الداخل والخارج. كما أكد السفير المغربي بأن الطلاب المقيمين بالمغرب في أمان ويتلقون كل اللوازم الغذائية والصحية. بادر صندوق الأمم المتحدة للسكان عبر ممثلة البلاد بتقديم معدات للنظافة تسمح للوزارة على وضع حد من انتشار فيروس كورونا. وأكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان دكتورة أدويش وقوف الصندوق مع الحكومة عبر وزارة الصحة العامة من أجل مكافحة فيروس كورونا. كما قدم وزير الصحة العامة محمود خيال شكره لصندوق الأمم المتحدة للسكان على هذه البادرة التي وصفها بالإنسانية. وفي السياق ذاته دعا وزير الصحة العامة جميع الشركاء لوضع حد من انتشار فيروس كورونا بالبلاد. اتخذت الحكومة التشادية التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية جراء فيروس كورونا بعد أن سجلت البلاد 7 حالات إصابة، وقد وضعت التدابير الاحترازية على القرارات المتخذة كإغلاق المنافذ الحدودية برا وبحرا وجوا. كما تم إلغاء الرحلات السفرية الداخلية والتجمعات، ومن جانبها باشرت خلية اليقظة والأمن الصحي بتقديم النصائح والإرشادات الصحية. واتخذت وزارة الصحة العامة بوضع رقم خاص للحالات الطارئة 13-13. وقد أشار رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو بإنشاء صندوق خاص لدعم مثل هذه الجوانب. قدمت الشركة التشادية للتنمية والتسهيل التجاري مساعدات غذائية لمقر القيادة العامة للجيش التشادي جراء الأحداث التي وقعت في ولاية البحيرة، وسلمت المساعدات نيابة عن المديرة العامة للشركة دوسا ديبي فاطمة عبد الرحيم السيدة ميمونة إلى النائب الأول للقائد العام للقوات المسلحة. جاء ذلك بما يقدمه الجيش من تضحيات كبيرة لحماية الوطن والمواطنين. من جهته قال النائب الأول للقائد العام للقوات المسلحة إن هذه المساعدات ستصل إلى مكان تمركز القوات المسلحة بولاية البحيرة. بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع ممثل الاتحاد الإفريقي بالخرطوم محمد بلعيش سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السودان والاتحاد الإفريقي وبعثته في السودان. ونقل ممثل الاتحاد الإفريقي اهتمام الاتحاد بعملية السلام في السودان واستعداده لمواصلة دعمها، مؤكدا ثقته في قدرة السودانيين على إنجاح الفترة الانتقالية. امتدح رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لدى لقائه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة ببيت الضيافة حمد محمد امتدح علاقاته بين السودان والإمارات العربية المتحدة، وبحث اللقاء سبل دعم هذه العلاقات وتطويرها في المجالات كافة. وأكد اللقاء حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. عقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان اجتماعها الدوري بالقصر الجمهوري برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي بروفيسور الصديق تاور. وأكد وزير الصحة الدكتور أكرم التوم إنه لم يطرأ أي تغيير على الحالات المسجلة والمعلنة والتي أتت كلها من خارج البلاد.
وقال وزير الصحة نترقب أن يبدأ الانتشار داخل البلاد، كما ناشد المواطنين بالالتزام وأخذ التدابير والإجراءات الصحية لمكافحة فيروس كورونا. وكشف الوزير عن اجتماع لمجلس الوزراء للنظر في القضايا، منها زيادة التدابير الرامية لتقليل الحركة، كما ستقدم عرض حلول الوباء وتوقعاته والاستراتيجيات الناجعة المطلوبة. توفي رضيع عمره 6 أسابيع جراء فيروس كورونا في ولاية كونكتت الأمريكية، ويعتبر أصغر ضحية معروفة في العالم للوباء الفتاك بحسب ما أعلن حاكم هذه الولاية المجاورة لنيويورك. وأكدت جامعة جون هوبكنز المعتمدة مرجعية في رصد حالات الإصابات بفيروس كورونا أن الولايات المتحدة وصلت إلى 215,000 إصابة، متصدرة بذلك قائمة الدول الأكثر إصابة، فيما بلغت حصيلة وفيات الفيروس 5,116 شخصا بحسب المصادر. وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا لعدد الوفيات في يوم واحد بلغت 884 شخصا. واعتبر البيت الأبيض أن الوباء سيؤدي إلى موت الآلاف من الأشخاص في حال لم يلتزموا بالإجراءات الحالية. حذرت الأمم المتحدة في تقرير لها من إمكانية معاناة الدول والاقتصاد العالمي من تداعيات وخيمة طويلة المدى بسبب فيروس كورونا، ودعت إلى تعاون دولي لمكافحة انتشار الوباء، وناشدت الدول باتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية بما في ذلك زيادة الاختبارات والحجر الصحي وتقديم العلاج. نهاية نشرة الأخبار، أعود وأذكر بالعناوين. وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية كاليز بيباهيمي يلتقي بسفير المغربي لدى البلاد. رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان يلتقي ممثل الاتحاد الإفريقي بالخرطوم. وفاة رضيع بعمر 6 أسابيع جراء فيروس كورونا في أمريكا. من قناة النصر 24 قرأت لحضراتكم نشرة الأخبار. شكرا لحسن المتابعة، وفي أمان الله.